لأنني كذلك نحل القوس عندما نستول مادة باش نحمي، أو عندما نمنع استيراد مادة باش نحمي الإنتاج الوطني، ماشي الإنتاج الوطني تكون فيه مضاربة كذلك في الأسعار، سواء في النوعية سواء في الأسعار نتاعو. لأن للأسف عند بعض التجار طلبوا منا أننا نحميهم، عندما حميناهم ضعفوا الأسعار، وعندما حميناهم حتى يعني قلت بعض المنتجين حتى النوعية تاع هاتي المنتوجات يعني للأسف فيها ما يقال عند بعضهم، نقصوا في النوعية وطلعوا في الأسعار. احنا نحمي الإنتاج الوطني، وهذا باش تعرفوا مليح، هادو ما محترفي الاستيراد هما اللي يديرونا في بعض الأحيان باش يخلونا يبوسيونا نرجعوا للاستيراد. تكلمت على قضية التفاح، التفاح فيه منتوج كبير في الجزائر، والناس اللي هي تدفع فينا طلعوا حتى 120,000 باش يدفعونا، قالها يا حلبة بالاستيراد. لا للأسف كان فيه فوضى في السوق، ما كانش فيه نقص في المادة، وهذه الفوضى سوف إن شاء الله المواسم القادمة بإذن الله، أنا ما نوعد حتى شيء لأننا نمشي مع بعض، وراكم شفتوا لغة صراحة هي لغة هي الأساس في المعاملة التجارية، وراح نمشي مع بعض إن شاء الله باش أننا نحاول نحط الأصبع على كل موطن من المواطن هذه الشبهات والتصرفات. إذا قضية التفاح مثلا كاين كثير من المستوردين طلبوا أننا نحل الاستيراد لأن التفاح راهو طالع، في 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 حين أنه في بعض الإخوان في خنشلة المنتوج تاعهم أثناء عملية الجني يرميوها في الكثير من الأحيان. البصل مثلا راكم لاحظتوا أن إخواننا الفلاحين والمنتجين يروح يبيعوا ب 10 دينار و 15 دينار، وفي الكثير من الأحيان يبقى يترامى في الحقل. لكن عندما الحقل ماشي نشوف باللي الناس مصاصين الدماء لحقوا حتى 400 دينار، هنا ما يحلولناش الشهية باش قال نروحوا نستوردوا، لأنه فيه بعض الشبكات وبعض اللوبيات اللي راهي حابة تدفعنا إلى أننا نتراجع عن القرار أننا نحمي المنتوج الوطني، وهذا ما نطيحوش في اللعبة هذه، سوف نحاربها بكل قوة إن شاء الله.